أساس شغل الجبس ده المساجد والقصور والكنائس، ده شغل كله فن. كان عندنا في بيت السناري مهن حرفية كتيرة يعني، ومن ضمنهم حرفة الجبس. الجبس ده كان المعهد الأول كان معمول معهد تدريبي للحرفيين، يعلم ويطلع يرم. التعليم كان بناخد مثلا أسبوع تعليم، أسبوع رسم وأسبوع تطبيق عملي. فكنا بنطلع ناخد الحاجات القديمة دي كلها من المساجد. رحنا اتدربنا في جامع مسجد احمد بن طالون، تعلمنا فيه الترميم وتعلمنا فيه الحاجات الإنشائية الجديدة بالنسبة للشبابيك، الشبابيك اللي كانت مكسرة خالص، فكنا بنعمل بديل ليها. فكنا بنبدأ فيها من الأول خالص، تتصب تبقى حاجات مصمتة وبعدين تترسم وبعدين تبدأ تتفرغ تفريغ بالزوانة. وبعد كده بنروحنا جامع السلطان حسن، رمينا فيه الكتابة اللي معمولة على الجدران هناك دي، كان فيها جزء كبير واقع رميناه وكملنا في طرق الترميم غير الحاجات الجديدة. الترميم ده بقى لما بنلاقي مثلا لو في مربع مثلا أو داير على الحيطة في جزء أو جنب منه واقع، فالجزء ده بناخد من القديم ونكمل عليه، نكمل الترميم الجديد. إنما لو في جزء قديم ما نشيلوش، ناخد نكمل من جنب منه على طول. ده بالنسبة للترميم. إنما بالنسبة للحاجات القديمة مثلا دخلنا لقينا مثلا مسجد شبابيك فيه مش موجودة خالص، فبناخد من الأشكال اللي موجودة ونكمل عليه. زي مثلا عملنا مسجد السلطان برقوق، عملنا فيه كمية شبابيك كبيرة جدا، ومسجد الحاكم، ومسجد الحاكم بأمر الله ده برضه عملنا فيه كمية شبابيك كتيرة، وقصر محمد علي عملنا فيه شبابيك كانت فيه شبابيك مش موجودة فعملنا مكانها، ورمينا الشخشيخة بتاعت قصر محمد علي كان فيها حوالي 9 شبابيك وعين متكسرين، دول عملنا غيرهم في المعهد ورحنا ركبنا. المهنة دي قبل ما تبدأ فيها لازم تتعلم الرسم الأول. ما بتعرفش ترسم ما تعرفش تطلع الحاجة زي ما انت عايز، حتى لو حاجة جاية ما انتش معلمها مش موجودة، فبنلجأ للكتب القديمة ونبدأ نجيبها وناخدها من الكتاب ونصممها على طول. يعني حتى كمان هنا بيطلق علينا، هنا كمان أي حد بيكلمك هنا بيقول لك يا فنان، إن دي مش يعني ما تعتبرش مهنة، يعني هي حرفة. أنا نفسي المهنة دي بس إن هي ما تنقرضش ويحصل فيها ناس تقبل عليها، أو دلوقتي اللي مقبلين عليها اللي هم الطلبة بتوع الفنون التطبيقية هم اللي بيحبوا الحاجات دي، وفي منهم ناس بتيجي تاخد من عندي نماذج بتبقى مثلا مشروع تخرج ليه، بساعدهم يعني ما بخلش على حد في أي حاجة بالنسبة للتعليم.